ايه الاخبار؟ الراجل طب خلاص كويس، عرض عليا فلوس وشكلنا هنعرف منه كل اللي احنا عاوزين نعرفه. حلو قوي. مش قلت لك يا ثابت بيه كل حاجة هتمشي زي ما احنا عايزين؟ الحقيقة مش عارف اقول لك ايه يا رفعت بيه. فعلا حضرتك فعلا انقذت الموقف وما سبتناش للروتين اللي كنا هنفضل قاعدين فيه لغاية لما نوصل للقرار ده. بس شفت شدة اخوك وادارته؟ ما هو كان باين يا ثابت بيه، ما انت شاطر وادرجي، ما انت عارف انا عندي خبرة كبيرة قوي في السوق. طبعا المهم ان هم خرجوا وشوشهم مسودة، كان باين عليهم قوي ان هم مولعين. اطلع شوفه مع ابو حبيب. خمس دقايق عطبي والمذكره هتكون جاهزه علشان تعمل لنا الاجراءات والاختيارات القانونيه. خلص المذكره وهتالي على مكتبي. تحت امرك يا فندم، عن اذنكم. أكيد يا متر، ثابت ولا ماجد ما يفهموش أي حاجة من اللي حصلت النهاردة. كل اللي حصل ده من تدبير التعبان اللي اسمه رفعت. يا رب نقعد في المجموعة اللي عملناها بالعرق والكفاح العمر ده كله لحد ما يجي الهلاسين والحرامية ياخدوا مكاننا وإحنا قاعدين نتفرج. هو مش بس بنتفرج، وموافقين كمان. ماجد وثابت أصحاب حق، واللي حصل ده حقهم. ايه ده؟ انت هترضى بالوضع ده يا سليم؟ انت ليه فاكر ان انا هبقى مبسوط وراضي بالوضع ده؟ في ايه يا صبري؟ بقول لكم ايه؟ انا همشي. رايح فين؟ همشي من هنا قبل ما اطق واموت. ايه اللي بتقوله ده يا صبري؟ ولما اطق تموت مين فيهم بقى اللي هيزعل؟ بالعكس هيتبسطوا وهيزقططوا كمان. انتوا ليه مصرين تضايقوني؟ احنا عايزين نضايقك؟ ايوه كلامكم بيقول كده. جرى ايه يا جماعه؟ هو احنا كمان هنقع في بعض؟ مش مستاهله خناق بينا. عن اذنكم انا رايح على مكتبي. يا صبري يا صبري انا عايزك تهدى، الانفعال هيخسرنا اكتر ما احنا خسرانين. مش قادر مش قادر يا سليم. انا عارف انهم عايزيننا نغلط عشان حاجات كتير كلنا عارفينها، لكن مش عارف اعمل ايه. انا اللي عايز افهمه ليه ماجد وثابت رامين نفسهم مع العصابة دي؟ دول متربيين وسطنا، ليه واخدين مننا الموقف ده؟ يا راجل يا راجل، إذا كانوا مغلبين أبوهم حيريحونا إحنا. على رأيك يا صبري، ربنا يقوم لنا بالسلامة. ما بقتش مجموعة الطيب، ده بقى كازينو الطيب. شكرا عبيض. لك أستاذ رفعت، انتوا عارفين الاتنين دول المفروض يتحطوا في متحف شمعي والناس تيجي تتفرج عليهم. عشان كده انا بقول لكم انا موقفي من الناس دي مش موقف شخصي. الناس دي سبب تأخر المجموعة وضيعوا أوراق مهمة جدا، علشان كده أي موظف يأثر في شغله لازم يتحاسب. عموما احنا عايزين نتفق على أسلوب جديد لإدارة المجموعة، أصل بابا كان ماشيها بالبلدي، خصوصا مع الاتنين دولت. ولا إيه يا ثابت بيه؟ يا ثابت يا ثابت بيه. أيوه ماجد، ممكن تركز معانا شوية؟ احنا برضو بنتكلم في مواضيع مهمة. طبعا طبعا. المهم ان احنا انتصرنا وخليناهم اتفقوا معانا على اللي احنا خططناه. الحقيقة لو قدرنا نخلص من تعطيلهم للشغل هيبقى الموضوع هايل جدا. الناس دي عطلونا كتير قوي. بقول لكم ايه، كفاية طيبة بقى، احنا جايين نشتغل ولا جايين نطبطب؟ احنا مش فاتحين شؤون اجتماعية هنا. الناس دي بتاخد مرتبات وزارة استاذ رفعت، لو مش هيفيدونا يبقى نوقفهم عن العمل. لا يا ماجد بيه، الناس دي قديلها سنين شغالة معانا، ما نقدرش نعمل معاهم كده. احنا نقدر نعمل ايه؟ نهمش دورهم ونديهم اعمال تانية مالهاش اي تأثير علشان ما يتقالش علينا ان احنا قاطعين ارزاق. وطبعا نبعدهم عن اي حاجة فيها تحكم او ادارة، يعني نحجمهم خالص. يا سلام، تصدق انت قلبك كبير، بس عندك حق. هما فعلا لو فضلوا معطليننا عن الشغل احنا ممكن نشوف لهم وظائف تانية.
انا حاسس ان سمير بيه ليه راي تاني في الموضوع. انا لا خالص والله، يعني انتوا ارائكم اكيد مبنيه على خبره ومعرفه، وانا دلوقتي بالكتير اسمع وطبعا اتعلم منكم. العفو يا سمير بيه، ده احنا اللي نستفيد من خبرتك اللي اشتغلتها في الشركات الكبيره، ويا ريت تنقل لنا بقى خبرتك دي. طبعا تحت امركم، ربنا يسهل ان شاء الله. المهم بقى انا شايف ان احنا نحتفل بالمناسبه الحلوه دي. يا ريت، لحسن الواحد موده بقى زي الزفت. هنسيب بقى الموضوع ده للمتخصصه نهى. طب انا رايي بعد اذن حضراتكم ان احنا ناجل الموضوع ده شويه لحد ما الحاج يقوم بالسلامه. ايوه، ودي بقى تبقى فرحتنا الكبيره. ولا يا رفعت بيه؟ عشان اجوز اختي خدت كارد من البنك ب 15000 جنيه، سديت اللي قدرت عليه ولقيت فوائدهم عاليه قوي، ما قدرتش اسد الباقي، فالبنك حول القضيه للمحكمه واتحكم عليا بالسجن. ايه ده؟ يعني تدفعي الفلوس وعليها فوائد وكمان تتسجني؟ ايه الظلم ده؟ الحمد لله حمدت ربنا ان اختي اتجوزت. انا من يوم ما خرجت من السجن مش لاقي حد يشغلني. طب قولي لي يا فاطمه، قبل ما تدخلي السجن كنت بتشتغلي ايه؟ كنت شغاله في البيوت من هنا لهنا مع ناس كويسه كنت بسترزق منهم، وفي السجن كنت بشتغل في مشغل تفصيل. خرجت من السجن محدش قال لي انت فين ولا عامله ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني تخشي السجن وتتظلمي وكمان تخرجي ما تلاقيش حد يساعدك؟ قالوا لي ان حضرتك قلبك طيب وحنينه، وانا جيت لك عشان تشغليني في المستشفى، اي حاجه اي حاجه، بس ما احتاجش لحد لاني مش لاقيه اكل. بقول لك ايه، انت وراكي حاجه؟ لا. طيب هتقعدي تستنيني لغايه ما اخلص شغلي وبعدين هاخدك معايا. انا عاوزك تتجدع عن كده يا حاج وتشد حيلك وتقف على رجليك يا ابراهيم. افرح يا اخي، بنتك ما دي حاجه وزت زي ما كنت بترتب، احنا مش حمل رقدتك يا اخي. وبعدين يا بابا الحاجه كويسه اهو، كلها كام يوم يقوم يبقى زي الفل ان شاء الله باذن الله. طب يلا يلا عشان نسيب الحاج يستريح. رافض؟ نعم يا حاج. انا عندي ايه؟ انت كويس يا حاج ما تقلقش نفسك. ايوه يعني عندي ايه؟ كلها كام يوم وتبقى زي الفل، ما تقلقش يا ابني. فهمني، مش عايزك تتعب نفسك يا حاج. كل ده حواليك يا حاج، انا ومديحه بنتك والحاج عبد الله والدكتور رأفت، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه وهتبقى زي الفل ان شاء الله. والنبي يا بابا ما تفكرش في اي حاجه، مهم ترتاح. يعني محدش فيكم عايز يقول لي انا عندي ايه؟ عايزين تتعبوني اكتر ما تفهموني. انت عندك مشكله في فقره من فقرات العمود الفقري يا حاج، وضغط على الاعصاب. ودي علاجها ايه؟ لسه بنشوف الاشعات والتحاليل عشان نقدر نحدد هنعمل ايه. يعني هنحتاج لها عمليه؟ شكلها كده عمليه يا حاج. هروح اشوفهم وصلوا لايه وارجع لكم تاني. عن اذنكم. عاوز عطلة. هكلمه حالا وخليه يجي بسرعة. عطلة؟ عايزه في ايه يا حاج؟ حالة نادرة جدا، ما كنتش متخيل انها ممكن تتطور كده. انا شخصيا متوقع ان حالته هتسوء خلال ايام، بصراحة كده الورم حجمه كبير قوي ومخيف. بس يا دكتور انا اعرف حالات زي دي كتير في اوروبا ونجحت معاها العملية. أنا رأيي نراسل الأماكن اللي بتشتغل فيها الحالات دي ونسألهم. وأنا بتهيألي ولادي مش هيبقى عندهم أي مانع. وأنت محتاج ولاده في إيه؟ طالما هو فايق نسأله، أهم حاجة ناخد قرار نقله للخارج ولا لأ؟ بصراحة أنا قلقان من حكاية سفره للخارج دي، حاسس هيبقى فيها خطورة على حياته. المجازفة في حالة زي دي حل لا يستهان به. خلينا نظبط بس حالة المريض، ولو هو عايزه بعد كده هنعمله له. طب ولو هو نفسه سألني عن حالته هقول له إيه؟ شوف يا دكتور رأفت، حاول بقدر الإمكان انك ترفع مروح المعنويه. زي ما انت شايفه كده بنات كلهم من سن بناتك، يعني مش هيعملوا مشاكل، هيسمعوا كلام. انا عايزاكي بقى تتابعيهم وتاخدي بالك من شغلهم ومن كل حاجه، وانا هسلمك كل الخامات، كل اتواب القماش والخيوط وحاجه التطريز، وهقعد معاكي وهفهمك على كل حاجه. عايزاكي تتابعي البنات وتثبتي وجودك. ده انا خدمتك وخدمتهم وتحت امرك يا ست هانم. مفيش حد هنا خدام حد، كلنا بنشتغل وبنعمل احلى شغل. مش خايفه مني اللي احسن اسرقك؟ اصل كل اللي رحت لهم بتوع المصانع
كانوا خايفين مني. اوعي تقولي كده تاني، انت مش حراميه، انت كنتي مسجونه عشان كان عليكي كمبيالات ما دفعتيهاش، وانا متاكده من كده، وان شاء الله هتثبتي وجودك وهتبقي زي الفل. ربنا يبارك لك يا رب ويسترها معاكي يا رب يا ست رحمه. يلا شدي حيلك. هيا يا بنات، ايه الاخبار؟ مبسوطين؟ يلا شدوا حيلكم. انا بعد ما عرفت اللي حصل ما كانش ينفع ما اكلمكش واطمن على الحاج. فيك الخير يا حسام بيه. المهم طمني، الحاج عامل ايه دلوقتي؟ والله الحاج حالته صعبه قوي، يعني ادينا بنحاول نشوف لها حل، بنتصل بمستشفيات بره في امريكا واوروبا وربنا يسهل. طيب انا اقدر اساعد حاجه زي كده ازاي؟ ارجوك اعتبرني اخوك الثالث. والله كفايه مجيتك يعني، ومجيتك هنا على راسي من فوق. مجيتي دي اقل حاجه، وبعدين في ناس موجودين من عيلتي في اوروبا ممكن نكلمهم ونبعت لهم الورق. اكيد اكيد طبعا اكلمك لو احتجت مساعدتك. على العموم انا جيت لك لحد عندك، ولازم تعرف ان احنا زي الاخوات، والحاج ابراهيم ده ابو الكل في السوق، فكلنا لازم نتكاتف يا ثابت بيه لحد ما يرجع تاني ويقف على رجليه. ربنا يخليك يا حسام بيه، وده كان عشمي برضه. شوف يا ثابت، انا وانت عارفين ان مفيش حاجه بتفضل غير المجدعه. بصراحه انا ما كنتش جدع معاك، مش قادر اسامح نفسي. ما تقولش كده يا راجل، خلاص بقى اللي فات مات. هي دي الحقيقه يا ثابت. الحقيقه ان انا وانت نزلنا مستوانا قوي، وجايز ده درس عشان يخلينا نفوق ونرجع لمستوانا الحقيقي، وما نخليش واحده زي ليلى دي تلعب بينا. ماشي يا برنس، يا ريت تنسى اي حاجه وحشه حصلت ما بيننا. شرفتني يا كبير. ابقى طمن على حاجة. ان شاء الله. السلام عليكم. تعرفي كان مين معايا دلوقتي؟ حبيبك حسام باشا. لا 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 لا، مش هو ده المهم. المهم ان هو كان جاي يقدم لي فروض الولاء والطاعه ويعتذر لي على اللي حصل منه. يا عم ثابت، وانا مالي ومال الكلام ده؟ يا سيدي ربنا يهنيكوا ببعض، ممكن بقى تسيبني عشان اشوف ورايا ايه؟ يا ثابت ما سيبني في حالي بقى، سيبني في حالي، انت عايز مني ايه؟ بقولك ايه، انا عايز اقفل. سلام. لسه حاسس انك تعبان؟ صراحة اول ما دخلت بيتنا حسيت ان كل التعب راح. معلش يا حبيبي، انا عارفة انك تعبت معانا اليومين دول قوي. متقوليش كده يا حبيبي، ان شاء الله عمو هيخرج من المستشفى قريب وكل حاجة هتبقى كويسة ان شاء الله. عايزك بقى تفرح. عارف يا سمير، يوم ما بابا يخرج من المستشفى ان شاء الله هيبقى هو ده يوم فرحي. ايه ده بقى، احنا كده هنهزر؟ ايه في ايه؟ لا اصلك بتقولي اول ما بابا يخرج من المستشفى هو هيبقى يوم فرحي، وكاننا ما عملناش فرح ولا اتجوزنا. مش قصدي والله. لا قصدك، بعدين رجعتي معايا البيت بالعافيه، شكلك كده عاوز تاجلي جوازنا تاني. اجل جوازنا ازاي يعني، احنا متجوزين. لا، كتبنا الكتاب وعملنا الفرح، تفرق كتير. تفرق ايه بقى؟ انا كده راح اشتكي لطنط وعمو على فكره. هتقول لهم ايه؟ هقول لهم بنتكم مش راضيه تتجوزنا. أنا بصراحة الجواز على ورق ده ما ينفعنيش. انت لسه زعلانه مني؟ ممكن تسيبني لوحدي شويه؟ لا طبعا مش هسيبك. سيبك انا. ما تعمليش فيها مجنونه بقى. مجنونه؟ وانا لو مجنونه فعلا يا سابك كنت قدرت اخليك تخاف مني، لكن انا عيبي الوحيد ان انا ست بتحترم بيتها وبتخاف على جوزها. عارف يا عمر، وعشان كده بحبك. تحبني قوي، دليل على اهانتك ليه في المستشفى قدام الناس كلها. يا سلوى عقليها بس، موظفه عندنا وجايه تزور بابا، يبقى لازم استقبلها واشكرها كمان، وتقوم واخدها بالاحضان كمان. طب وليه التريقه بقى؟ ما هي كده، كل ما تساب لوحدك شويه تقوم لها بديلك. طب احلف لك بايه ان مفيش اي علاقه بيني وبينها؟
وعايزني أصدق كده على طول. والله ما في حاجة، صدقيني بقى. حاضر يا ثابت هصدقك، بس قسما بالله العظيم لو عرفت ان في بينك وبينها اي حاجة مش هعرفك تاني. طب خلاص حقك عليا. يا وليد. ها ايه الاخبار؟ طمني. تمام. قول لي ثابت عامل ايه؟ المهم يا سيدي، انا رحت لحد المستشفى واطمنت على ابوه، واي حاجه وحشه حصلت ما بيننا خلاص انتهت. متاكد ولا ده هو اللي عايزك تفهمه واللي في القلب في القلب؟ لا لا لا، على فكره ثابت مش غويط للدرجه دي. ثابت صاحب مزاجه وبتاع وقته، وبعدين انا جيت له لحد مكتبه وعملته معامله البشوات يعني كده خلاص، يعني كبرته وحسسته بنفسه شويتين لدرجه وانا ماشي بقى بيقول لي ايه، سلام يا كبير. طب ما انت الكبير يا كبير. لا يا وليد، بس اللي كان ما بينه وما بينه اكبر على فكره، وكنا اعداء كمان، بس انا لما جيت له لحد مكتبه بقيت كبير قوي قوي قوي. تمام، مهم ان انت تكون مبسوط. شوف يا وليد، انا راجل بتاع بيزنس، ممكن اخر اليوم العب شويه اتدلع شويه، انما لو اللعب ده هيأثر على الشغل يبقى بلاها لعب. للدرجه دي انت قلقان من ثابت؟ لازم اعمل الف حساب لراجل زي ده، قاعد على راس مؤسسه فلوسها ممكن توقف السوق وممكن تمشيه اي وقت، ومش لازم اعمل له الف حساب بس، لازم اخلي بالي منه قوي. بس احنا شغالين في العربيات وهو دلوقتي شغال في المواد الغذائيه. يعني شوف يا صغنن، انا هعلمك اكبر درس في البيزنس، وده بقى هديه من اخوك الكبير. قول يا كبير. بس كده؟ طب وعايز نعمل الاجراءات دي من امتى يا حاج؟ بكره الصبح. خلاص يا حاج، وانا بكره الصبح هبذل كل جهدي وهجيب لك موظف الشهر العقاري هنا في المستشفى، ومعاه 2 شهود عشان يشهدوا، ومش هنام الليله الا لما اجهز كل العقود زي ما حضرتك طلبت مني بالظبط. كل حاجة هطلع. مفهوم طبعا يا حاج. مش عاوز حد يعرف. طب وصبري وسليم؟ مش عاوز حد يعرف قبل ما اخلص كل الاجراءات. اطمن يا حاج ومتشيلش هم، وان شاء الله كل حاجة هتتم زي ما حضرتك طلبت بالظبط. مش عاوز تأخير هطلع، عشان انا كل يوم بيعدي عليا ما بقاش ضامن اليوم اللي بعده. متقولش كده يا حاج، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وإن شاء الله تجوز أحفادك إن شاء الله. حلوة قوي دي. بقولك إيه هلا، الموضوع شكله مش واقف على رشاد وبس، دي شكلها عصابة ومنظمة. دول عرفوا مكان حسن، راحوا وسألوا عليه وعرفوا بيته وشافوا عياله ومراته. بس الزراير المفروض تكون مربعة. يا أختي زرار إيه المربعة؟ اسمعيني أنا بقولك إيه. ما أنا سامعاكي. بس بصراحة مبهورة بالمعروضات بتاعتك دي، ده انا كل كام شهر اروح اقاع فلوس قد كده عشان الاقي حاجه مظبوطه عليا. طب وعلى ايه كل ده؟ ما انا يا ستي عندي مشغل، تعالي اخد مقاسك واختاري الموديل اللي انت عايزاه واسلمك الحاجه بعد 3 ايام، ولو في حاجه عجبكي دلوقتي مش مقاسك هظبطها لك وتعالي استلميها الصبح. ايه رايك؟ ده مش ممكن الكلام ده، ولا في اوروبا. اوروبا ما فيهاش السيده، السيده دي في مصر وبس، ولا عندهم رحمه كمان. بس قولي لي انت جبتي الفكره دي ازاي؟ ولا حاجه، انا غاويه الموضوع ده من زمان، وبيني وبينك بعد جمال ما توفى قلت اشغل وقتي ففتحت المحل ده. وبعدين قلت طب ما افتح مشغل، جبت صنايعي شاطرين جدا وشغلت الستات اللي ساكنين في الحاره هنا، عندهم يتامى واولاد مش لاقيين يصرفوا عليهم. الصنايعي علموهم بقوا شاطرين جدا، وفي منهم بيشتغلوا في البيوت وبدلهم الاجره، وكل اللي انت شايفاه في المحل ده من المشغل ده. انت عبقريه والله، برافو عليكي، شغلتي عطلانين ورخصتي الاسعار وكمان ظبطتي الهدوم على الناس. اي خدمه. انت لو في اي حته غير دي، لو في اوروبا كان زمانك بقيتي مليونير، مليارديرة كمان. يا ستي انا مش عايزه ابقى مليارديرة، المهم اني عملت حاجه كويسه. قولي لي بقى هنعمل ايه في موضوع رشاد؟ لقيت الموضوع محتاج مننا قرار، وقرار مش سهل. كلنا فرحنا ان هو قام بالسلامه والحمد لله، لكن لسه المشوار طويل قوي. عشان كده انا اجتمعت بيكم النهارده عشان ما يحسش باي حاجه. هو في ايه يا ماما؟ متفاهمينا في ايه بالظبط؟ طبعا الحمد لله ان الحاج فاق، بس اصل المشكله اتسببت في الغيبوبه، لسه زي ما هي ما اتغيرتش. وهو ايه اصل المشكله؟ ورم موجود اسفل الرقبه، وبدا يضغط على اعصاب مهمه، وهو ده اللي سبب الغيبوبه. وللاسف الورم نشط وحجمه مش ثابت وبيزيد، وكل ما يزيد هياثر اكتر على العمود الفقري، خصوصا ان هو موجود في مكان حساس ومليان اعصاب.
ده غير بقى انه ممكن يتسبب في شلل لاي جزء من الجسم. انت قصدك ان الحاج ما كانش عنده جلطه؟ لا طبعا كان عنده جلطه، اتعالجت الحمد لله. مع ان كلمه جلطه دي كلمه تخض، لكن انا شايف ان كان ليها فضل كبير قوي علينا، لان لولاها ما كناش عرفنا الحاج عنده ورم، ورم النوع الخطير كمان. ايوه بس بعدين يعني هنعمل ايه؟ المفروض يحصل استئصال للورم ده مش كده؟ عندنا هنا الفرص قليله قوي، لكن في اوروبا الامل بيزيد للضعف، وده لان عندهم اساليب متطوره جدا للجراحات الدقيقه اللي زي دي. يا ترى السفر ده مفيش خطوره على الحاج؟ ده ما بيتحركش من سريره خالص. هو الحقيقه في خطوره، مش بس خطوره، ده ممكن لا قدر الله يؤدي النتائج مش كويسه كمان. ده ايه الوضع المعقد ده؟ حاجه ملخفنه قوي، عامله كده زي الدومينو لما تقفل. ممكن تستنوا شويه بقى يا جماعه عشان ما بقتش فاهمه اي حاجه. دلوقتي احنا هنتصرف ازاي؟ عشان كده انا طلبت الدكتور رأفت يجي يقعد معانا ونتشاور ونشوف هنعمل ايه. لا طبعا ما يسافرش، واحنا مستغنين عنه. طب يا رأفت لو قعد هنا وما سافرش يبقى هنعمل العلاج المتاح من غير ما نلجأ للجراحه، بس في حالته دي العلاج مش هيعمل حاجة غير انه هيأخر تدهور الحالة شوية. يعني ايه؟ يعني لو سافر يبقى في خطر على حياته، ولو سبناه هنا حالته تتدهور؟ ده غير الحالة اللي هيكون فيها نتيجة العلاج. يعني حالته هتبقى أصعب؟ حالة صعبة قوي يا حاجة، ده غير انه بيفقد تدريجيا تحكمه في مناطق في جسمه. كبدي عليك يا اخويا، خلاص وقعت يا ابراهيم، مش هتقوم لك قومة تاني، وقعت. وبعدين يا رأفت، انت جايبنا عشان تقول لنا مفيش علاج، ولا جايبنا عشان تقول لنا نحضر جنازته، ولا ايه بالظبط؟ ايه ده شويه يا ثابت؟ اصل رأفت بيتكلم زي كل الدكاتره، كاني بابا ده عربيه وبيقول لك ملهاش تصليح. ده ابونا يا رأفت، ابونا، فاهم يعني ايه ابونا؟ انا اسف جدا يا ثابت، انا اسف يا جماعه، بس في مهنتنا دي عودونا ان احنا نتكلم بصراحه عشان نعرف نلاقي حلول. كل الناس تقدر تتعاطف مع المريض، لكن اللي عنده معرفة بس هو اللي يقدر يعالجه. المعرفة يعني حقايق ثابت حتى لو صعبة. معلش يا رفض، ما تزعلش مني، بس انت ما قلتش عليك، مفيش نقطة نور في كلامك. انا هتصل بكل المراكز الطبية المتخصصة في الاورام دي في اوروبا، واكيد هيبقى عندهم حلول احنا ما نعرفهاش. رفض، مش عايزك تبقى زعلان مني. انسى الموضوع ده خالص يا ثابت. وانا بالنيابة عن اخواتي بقول لك اعمل اللي شايفه في مصلحة الحاج. بابا برضو حظه كويس ان في دكتور بيحبه بالشكل ده. انت قلت كل الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله. يا جماعه انا بعمل كل ده لا واجب ولا مجامله ولا خواطر. الحاج ابراهيم الطيب اكتر انسان في الدنيا افضله عليا ملهاش حد. ما كانش هيبقى في حد الناس بتحبه اسمه الدكتور رأفت، وما كانش في الراجل اللي اسمه ابراهيم الطيب. الف الف سلامه يا حاج. الله يسلمك. عباس بيه بقاله فتره عاوز يجي يطل عليك، ولما الظروف سمحت جه. اهلا وسهلا. والله يا حاج انا من يوم ما رجعت السيده وانا امل اني اقابلك ان شاء الله. والله يا حاج انت غالي عندنا قوي، ويوم خروجك هيبقى يوم عيد. شكرا. طيب استاذن انا. اتفضل يا ابني. برجع لي يا عبد الله عاوزك. حاضر يا حاج. ما نجلكش في حاجه وحشه بس بيه بعد اذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول؟ معقول؟ ده الحاج إبراهيم الطيب اللي كان بيرج الدنيا رج؟ هو ده حال الدنيا يا عباس بيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بصراحة يا حاج الكلام ده مش صح، ويا ريت ما نفكرش فيه لأنه مش شرع الله. إزاي بقى يا حاج؟ مش الشرع بيقول إلا من بعد وصية؟ الكلام ده خطر قوي يا إبراهيم. ده بكرة إن شاء الله هتقوم بالسلامة، ترجع تراعي مصالحك بنفسك، ولما الأجل يجي بعد عمر طويل
هنلاقي كل حاجة متنظمة زي الشرع ما قال. يبقى ليه بقى نغير ونخالف؟ يا حاج عبد الله، أنا كنت غايب عن الحياة، والحمد لله ربنا رجعني تاني، وحاسس إني مش هقعد كتير. عموما نستنى لما تقوم بالسلام. أنا خلاص جبت المحامي وقلت له جهز كل العقود. أنا مش موافق أبدا على الكلام ده، ما نصبر شوية. أنا حاسس إني هموت يا عبد الله خلاص، وعارف ولادي كويس. اللي تشوفه اللي تشوفه يا حاج. كده اتأكد ان كل كلامنا عن مرض الحاج طلع صح، وانه حالته كل يوم بتسوء، وسليم وصبر راحوا للمستشفى. لكن الراجل اللي انا حطه هناك بلغني ان عطلة المحامي هو اللي قابله لوحده. اه كده بقى يبقى اكيد طلب منه حاجة محتاجة لإجراءات قانونية. السؤال، ثابت وماجد عندهم فكرة بالموضوع ده؟ ولا عندهم فكرة، لان محدش منهم كان في المستشفى يوم ما راح عطلة المحامي. اه يبقى معنى كده ان الحاج مش عايزهم يعرفوا. يبقى احنا لازم نتحرك بسرعة ونخليهم يعرفوا. انا قررت اعمل حاجة يا فردوس، وعاوزك توافقيني عليها. خير يا حاج. قررت اكتبلك كل املاكي، يعني المجموعة وكل ما املك بيع وشراء. كلام ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعتيه فردوس. أنا رايح أقابل رب كريم، ومش عاوز أسيبك إلا وإنتي ملكة. بعد الشر عليك يا حبيب، اعمل معروف، ما تقولش كلام ده قدامي أرجوك. اسمعيني بس، الفلوس لما تبقى في إيديكي إنتي مش هتبخلي على عيالك، إنما لو بقت في إيديهم هم هيبخلوا عليكي. صدقيني يا فردوس، أنا عاوز أموت وأنا ضميري مرتاح. كلام إيه اللي بتقوله ده بس يا حاج؟ أنت عايز ولادي يخدموني عشان خاطر الفلوس؟ نصيبنا كده يا فردوس، زرعتنا ما طلعتش زي ما حبينا. ولادي لو سبت لهم الفلوس ما أضمنش هيعملوا معاكي إيه في غيابي، لكن كده وكل الفلوس معاكي هيخدموكي بعينيهم. حرام عليك يا ابراهيم، كلامك ده بيقطع لي قلبي من جوه. وانتي ما تتصرفيش معاهم اي تصرف الا من بعد ما تسالي اتنين، الحاج عبد الله والحاج فتحي كرامه، ولو حاجه في المجموعه تسالي صبري وسليم، والشؤون القانونيه طبعا انت عارفه عطا الله. كل دول انا سايبهم لك زي ما سبت لك املاكي، هيخدموك بعينيهم ومش عايزين توصية. أنا مش عايزة أي حاجة، عايزك ترجع لنا بألف سلام، وإن شاء الله عندي يقين بالله إنك هتبقى زي الفل وهتروق وهتخف إن شاء الله. حاضر، استنى نتكلم مع عمته شوية. ايه الاخبار يا حبيبتي؟ هو في عروسة اهلها ما بيجوش يباركولها؟ ده حتى اخواتي ما فكروش يكلموني في التليفون. معلش يا حبيبتي، اعذريهم برضو، مشغولين بتعب الحج وإدارة المجموعة. المهم طمنيني انت عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، بس لسه قلقانة على بابا قوي. ما تقلقيش يا منزيحة، ان شاء الله ان شاء الله هيبقى زي الفل، وهيخف وهيبقى كويس قوي كمان، وهيجيلك بنفسه ويباركلك.
حاسه ان كل اللي حصل لبابا ده بسببي، انا السبب في كل ده. اللي حصل حصل خلاص، المرض والشفاء بامر الله. المهم بقى عايزاكي كده تضحكي وتورينا ضحكتك عشان باباكي لما يشوفك يلاقيكي كده مبسوطه وفرحانه عشان يطمن عليكي. هفرح ازاي بس يا سلوى وهو تعبان؟ ما قلنا يا مديحه ضحكتك الحلوه هي اللي هتطمنه عليكي. تطمنه على ايه؟ ما تنساش يا مديحه ان باباكي عنده احساس ان سمير متجوزك عشان طمعان فيكي. بالعكس بقى، سمير بيحبني جدا وبيخاف عليا. يبقى ده بقى اللي بابا لازم يعرفه، ولما يقوم بالسلامه ان شاء الله يشوف ده بعينيه. تفتكري بابا ممكن يغير رايه ويحب سمير؟ اكيد طبعا، باباكي بيحبك انت يا مديحه وهيحب اي حد بيحبك وبيخاف عليكي. الحقيقه عم لمباكي فتحتني في الموضوع، انا رحبت جدا وفضيت لك النهارده مكتب مدير العلاقات العامه ونقلت المدير لحاجه تانية. وانا ما عنديش اي مانع يا ماجد يا ابني، وخصوصا اني مقتنع بان العلاقات العامه دي واجهه المؤسسه الاقتصاديه، ومقتنع برضو ان اللي يمسكها لازم يبقى راجل مودرن وشيك. يعني في الحته دي بقى انتوا احسنتوا الاختيار ده، بالاضافه ان المجموعه تهمني. وما تفتكرش ان سمير ومديحه هم بس اولادي، لا انتوا كلكم اولادي. طبعا يا عم طبعا، بس في مشكله صغيره. مشكلتي يعني مكتب الراجل مدير العلاقات العامه بتاعكم القديم ده، يعني ده حتى ما ينفعش يبقى مكتب رئيس ورديه عمال في مصنع. فياريت لو تشوفوا لي مكتب اوسع شويه وانا هفرشه واظبطه على طريقتي. تحت امرك يا ممكن. عبد الحميد بعد اذنك تعالى لي. تحت امرك يا ماجد بيه. عبد الحميد بعد اذنك هتاخد سامي بيه وتلف معاه المكتب اللي يعجبه في المجموعه تفضيه له، ويحط التصور اللي هو شايفه للفرش وبتوع مشتريات ينفذه فورا. تحت امرك، اتفضل يا سامي بيه. نورت يا باشا. ايه يا حبيبتي، خلاص بابا كله تمام ومبسوط وزي الفل. اهلا يا مدام رحمه. اهلا بحضرتك. ايه، انا قلت نسيتيني ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت مستنيه ظابط حسن يوصل لاي حاجه زي ما حضرتك قلت لي. الجماعه دول منظمين قوي، مافيا مسيطره على شويه مستشفيات وبيتاجروا بكل حاجه فيها. وكمان احنا مش عارفين لحد دلوقتي هم مسيطرين على المستشفى قد ايه، عشان هما ما بيدخلوش اي حد غريب وسطيهم ولا جديد، وشكلهم شكوا في حسن. الدكتور رشاد قال له انت كويس وما عملوش حاجه. طب اسمع بقى، انا جايبه لك معلومات مهمه جدا. والله طب احكي لي. الدكتوره هاله جراحه عندنا في المستشفى، بتشتغل بعد الظهر في عياده جراح كبير جدا. اه ده عياده الدكتور صفوت الغندور. الله، ما انتوا عارفين كل حاجه بقى، امال مدوخني معاكوا ليه؟ بص يا مدام رحمه، انا هفهمك بس يا ريت ما تزعليش مننا. من ساعة ما جيت لنا المرة اللي فاتت واحنا مراقبينك، عشان ما كناش عارفين انت فعلا شفت حاجات وشاكة فيها، ولا ممكن تكوني تابعة العصابة دي وتكونوا عايزين تعرفوا احنا كاشفينكم ولا لا، لحد ما تأكدنا من صحة موقفك. وكمان سمعنا الدكتورة هالة وهي بتحكي لك حكاية المريض اللي من غير كلمة. زعلانة ولا؟ لا أبدا أنا مش زعلانة، ده معناه إن انتوا شايفين شغلكوا كويس وعارفين كل حاجة عن الناس دي من قبل ما أنا أجيلكم. لكن السؤال، ليه ما قبضتوش عليهم لحد دلوقتي؟ رغم كل اللي عملناه لحد دلوقتي ما قدرناش نمسك دليل مادي حقيقي عليهم، كلها شكوك. لازم دليل قوي عشان لما يروحوا بيه المحكمة ما يلفوش زي التعبين ويطلعوا براءة. دي مافيا، مافيا كبيرة قوي، فلوس واتصالات وإمكانيات ملهاش حدود. طب قولي هنعمل إيه؟ يلا يا محلاوي اتكل انت على الله. مش هخليها تغيب عن عينيا. لو قدرت تخليها تحت عينيك ل 24 ساعة يبقى تمام. هيحصل يا دكتور. طيب اتكل على الله. واتفقنا على خطة هتوصلنا المعلومات في غاية الأهمية عشان نعمل لهم قضية ما تخرجش المية. بس الحمد لله طلعوا متابعين وعارفين كل حاجة أكتر كمان من اللي احنا نعرفه. طب كويس جدا، بس هنبتدي ازاي؟ ايه؟ ناوية تساعديني؟ طبعا، اعتبريني دراعك اليمين، انا اعمل اي حاجه انت عاوزاني اعملها من غير ما اتكلم ولا افتح بقي. طب تعالي معايا. على فين؟ انت مش قلتي انك عايزه تساعديني وهتعملي اي حاجه من غير ما تتكلمي ولا تفتحي بقك؟ ايوه بس احب افهم. طيب يا ستي انا هفهمك. سمونا بحاجه تانية ثابت بيه؟ لا روح انت دلوقتي. اتفضل يا باشا.
ها يا سيادة رئيس مجلس الإدارة. قصدك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة. مش فارقة، رئيس قائم بأعماله، المهم في الآخر إنك تقدر توقع مكانه. طبعا أقدر أوقع. شوف أنت عايز إيه، وتيجي لأخوك الكبير تتعامل معاه باحترام وتقبل الأيادي، وأكيد هيتعطف عليك ويمضيلك. نعم، تتعطف عليا؟ لا، احنا ما اخترناكش عشان تتعطف عليا، انا عايزك تفكها، فكها خالص، فكها جدا، وعوضنا بقى على السنين اللي فاتت، ولا ايه يا ابو ابراهيم؟ ولو ان كلامك مش صح، ابوك ما كانش بيتعطف علينا، ابوك كان بيذلنا وبيستمتع انه يذلنا، لكن انا بقى هبشبشها عليك وهخليك تعرف الفرق بين كرم ثابت وبخل ابراهيم. اموت في كرم ثابت، والنبي الحقني باي حاجه من كرم ثابت عشان اخوك شرقان من بخل ابراهيم. ومين سمعك يا ماجد؟ عرفت انا هعمل ايه مع رشاد؟ عرفت، بس يا رب ما ياخدش باله عشان ده مستاهل. انا عارفه انه مش سهل، بس ان شاء الله هيبلع الطعم. انا دلوقتي هروح له، وانتي تبعتيلي امين المخازن وتفهميه بالظبط اللي قلتلك عليه.